كان من المفترض أن تكون مركزاً إنسانياً يقدم الخدمة للمحتاجين ويراعي جميع ظروفهم، إلا أنها أصبحت مركزاً تجارياً طبياً يستغل جميع شرائح المجتمع من خلال الأطباء والكوادر الطبية الموجودين هنا في منطقة الحارثية. فأسعار الأدوية والتحاليل هنا مرتفعة جداً وتختلف عن أي مكان في بغداد أو حتى باقي المحافظات، فالجميع اليوم يشكو من غلاء المراجعات الطبية التي أنهكت الوافدين لمنطقة الحارثية. شوية الكشفية غالية هنا، كلش غالية، علاج غالي، يعني كشفية اللي ما يقبل بها 50,000 60,000 70,000، هاي أقل كشفية هاي. زين، وثانيا التحاليل، يعني التحليل أنا قبل كم يوم سويت للوالدة التحليل بيش ب 400,000 تحليل مال تخثر، ويقول هو كان بالأردن ب 15 ورقة. زين، بس احنا سهلنا أمركم وسووا التحليل ب 400,000. مواطنون وافدون إلى العاصمة عبروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار التحاليل والأدوية في هذه المنطقة، حيث تحدثوا لسامراء عن أسعار تستنزف طاقاتهم والتي قد تصل أحياناً ل400,000 دينار للتحليل الواحد، ناهيك عن سعر العلاج المرتفع. دكتور يعني حالنا على هذا التحليل، جينا عليه قال ب400 والله التحليل، يابا منا لهنا قال والله ما يصير لأن 3 تحاليل. ايه مال تخثر. زين، هم يعني بغير مكان ماكو هذا التحليل الخاص؟ والله قال هناك كان بالاردن على اساس ب15 ورقة. يقول هسه نزل جهازي هنا بالحارثية 400,000. ايه وانا يعني اضطريت اسوي لان قام التخثر يعني يبدا عندي، قام يطلع عندي هواي. ايه والله. مواطنين تعاني هواي هواي من الطب. والناس كلها فقرة، الناس ما عندها، الناس تعبانة، هلا بهاي الناس الفقرة. صح أهل بغداد الله يستر عليهم يعني حالتهم زينة وهاي، بس أكو محافظات تجي لبغداد ما عندها الناس، محافظات الجنوب الوسط تجي لبغداد ما عندها، وتبات يومين يلا يطلع المفراس لو فش وهاي، فدير بالكم على الناس هاي الفقرة. عاد سامراء تجولت بين المختبرات ومذاخر الأدوية والعيادات، وحاولنا اللقاء بأصحابها وسؤالهم عن سبب ارتفاع الأسعار، لكنهم رفضوا الحديث بحجة المنع من قبل النقابات المختصة. لسامراء الفضائية علي الحسني.